باسم الأستاذ القاسم محمد عبد الله الزيداني، مدير مؤسسة المهدية للتعليم الأساسي. اليوم الموافقة لحد 19/7/2020 لقد تمت صيانة مؤسسة المهدية لإنشاء 3 فصول دراسية في الطابق السفلي، وبالإضافة إلى استكمال المظلة داخل المدرسة بالتعاون مع شركة اليونيسيف وشركة الاتحاد الأوروبي، واللي قامت بالإشراف على صيانة المدرسة شركة ركائز للمقاولات. استغرقت الصيانة 2.5 شهر تقريبا.